وحدة تحليل الوثيقة، المحاضرة الثانية. سنقف على النقطة الأولى من المحور الأول، مفهوم وأصناف الوثيقة. لفظ وثيقة لا يحمل معنى موحدا، وإن كانت مفهومة ومستعملة لدى المتخصصين، لأن تنوعها مرتبط باختلاف الأزمنة والوسائل المستعملة في نقل وتدوين الخبر. على مستوى المدلول اللغوي، الوثيقة من فعل وثق، ومنه وثق به يثق وثاقا، أي ائتمنه. وأرض وثيقة وموثوق بها، أي كثيرة العشب. والوثاقة مصدر الشيء الوثيق المحكم. ومن وثق وثاقة فهو وثيق، أي صار وثيقا. والوثيقة في الأمر أي إحكامه والأخذ بالثقة، والجمع الوثائق. ووثق يوثق توثيقا، وثقت الشيء توثيقا فهو موثق. والوثيقة الإحكام في الأمر كما أشرت، والمواثقة المعاهدة، والميثاق العهد. هنا يمكن العودة إلى ابن منظور وكذلك المعجم الوسيط. وفي اللغة الأجنبية الفرنسية والإنجليزية نجد كلمة دوكيمو المشتقة من الكلمة اللاتينية دوسير، يعني يعلم. ودوكيمو لها حمولة قانونية، أي الحجة، مختلف القوانين والمعاهدات والمعاملات، كما تشمل كذلك وبشكل أوسع الأوراق المكتوبة والمصورة والآثار والروايات الشفوية كما سنفصل لاحقا. بشكل عام، فالوثيقة التاريخية تعتبر المادة الأولية لبناء الحدث التاريخي، إذ تستمد هذه الأهمية مع اختلاف الأصناف والمصادر في كتابة التاريخ، من كونها أولا مصدرا للمعلومات، وثانيا برهانا للإثبات أو النفي. الوثيقة إذن هي الأصل الذي يبرهن على وقوع الحدث، إنها المرجع الأصلي للحدث التاريخي، كما أنها المرجع الذي يعتمد أو يعتمده المؤرخ في التاريخ، وقد تكون مكتوبة أو آثارا. وقد ربط عبد الله العروي اختلاف مفهوم الوثيقة بالتخصص والفترة المدروسة، أي أن الباحث في الأركيولوجيا مثلا الوثيقة لديه كل بقايا الأثرية من لقاء وعظام ونقوش ورسومات وغيرها. أما الدارس للتاريخ الوسيط أو الحديث فيحصرها في المخطوطات والرسائل والكناشات مسكوكات الصادر عن مؤسسة رسمية أو شخصية عامة أو خاصة. أما المهتم بالتاريخ المعاصر أو الراهن فالوثيقة لديه تشمل كذلك الصور والأشرطة السمعية البصرية، بالإضافة إلى الرواية الشفهية أو الشفوية. طبعا هنا يمكن إدراج الصور، الأشرطة الوثائقية، بل يمكن أن نوظف كذلك المعلومات الموثقة في الشبكة العنكبوتية، خاصة فيما يتعلق بالوثائق الرسمية، الإحصائيات وغيرها، شريطة أن تكون طبعا ذات مصداقية.
كل هذه الأنواع من الوثائق التي سنفصل فيها شيئا ما لاحقا يتطلب مهارة خاصة لفك وتحليل مضامينها واستنباط ما تتضمنه من معلومات مفيدة طبعا للمؤرخ حسب الحقب. أصناف الوثيقة أو الوثائق. تنشأ الوثيقة أثناء أو بعد حدوث الحادثة، وتكمن أهميتها إلى جانب المعلومات التي تحتفظ بها أنها تكون أداة حسم في قضايا تكون محط خلاف، خاصة إذا تعلق الأمر بمعلومات مرتبطة بتطور معين أو تاريخ معين أو نزاع في الحاضر أو ربما في المستقبل، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بحدود ما من الحدود الحقل إلى حدود الدول، وكذلك إذا كان الأمر يتعلق بقوانين أو معاملات بشكل عام. كما أنها تكتسي أهمية لدى الباحث كأصل يعتمد عليه ويستثمر كذلك في كتابة التاريخ، شريطة أن يكون الباحث ملما بطبيعة وخصوصية الوثيقة من حيث العصر والأسلوب والمصطلحات والسياق التاريخي لكتابتها، بالإضافة إلى معرفة نوع المواد المستعملة، خاصة إذا كانت وثيقة مخطوطة كنوع الورق الخطوط. وهنا لا بد من الانتباه إلى تاريخ النسخ الناسخ أو المؤلف، خاصة إذا كانت الوثيقة سبقا تعرضت لعوامل ساهمت في محو أجزاء منها أو تآكل أجزاء منها. وهنا نستعين ب سواء علم الوثائق أو علم التحقيق كذلك، الذي يمكننا من المقابلة والتحري واعتماد وسائل لدراسة هذه الوثيقة واعتبارها كمؤشرات كالأختام والطرر والهوامش، كلها تساعد على تحديد زمن هذه الوثيقة وكذلك على صدقية هذه الوثيقة والمعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة. ما دام التاريخ يصنع من الوثائق الآثار بشكل عام، أي الأفكار والأعمال التي يخلفها أو خلفها ويخلفها الإنسان، وهي بشكل عام كل ما يمكن للمؤرخ أن يستعين به لكتابة التاريخ. ويمكن إجمال أصناف الوثائق فيما يلي: الوثائق الأثرية، ويمكن أن تشمل العمارة، فخار، اللقى، النقائش، النقوش الصخرية، الرسومات، مسكوكات، شواهد القبور، القطع المعدنية، الأسلحة. كل هذه المآثر تفيد المؤرخ والباحث بشكل عام.
النوع الثاني الوثائق المخطوطة أو المطبوعة، كل النصوص التاريخية والمؤلفات الأدبية من كتب الرحالات، طبقات، تراجم، الأنساب، المناقب، النوازل، الفتاوى، كتب الحسبة، السير، الأرشيف، كتب الحكم، الأساطير وغيرها. الصنف الثالث الأعمال الفنية والصور الشمسية والوثائق السمعية البصرية بما فيها الأفلام الوثائقية. العنصر أو الصنف الأخير الرواية أو الشهادة الشفوية، طبعا مع أخذ الإكراهات المرتبطة بها بعين الاعتبار، خاصة ما مجال الموضوعية، وإن كان لكل مصدر أو وثيقة إكراهاتها، الأمر الذي أدى إلى اختلاف مواقف المدارس التاريخية تجاه الوثيقة، وطبعا هذا سنناقشه في النقطة الثانية من المحور الأول. هنا سأركز بشكل مختصر طبعا على الوثائق المخطوطة أو المطبوعة، والتي ستكون مادة الاشتغال في هذه الوحدة، ويمكن تقسيمها إلى وثائق عامة ووثائق خاصة. بالنسبة للوثائق العامة، قد فصل فيها مجموعة من الباحثين خاصة في كتاب عالم المعرفة المجلد 36 إلى قسمين، الوثائق القانونية والوثائق الإدارية. بالنسبة للوثائق القانونية تشمل نص مكتوب أو مدون يشتمل على تصرف قانوني أو واقعة قانونية تم تدوينه لحفظ حق من الحقوق أو لإثبات حالة من الحالات كما أشرت سابقا. بالنسبة للوثيقة الإدارية، كل ما هو صادر عن المكتبات، الأوامر، تقارير الناتجة عن عمل يومي لمؤسسات المجتمع. بالنسبة للوثيقة القانونية نقسمها كذلك إلى عامة التي تصدر عن جهات رسمية، أو خاصة وتكون بين أشخاص طبيعيين أو شخصيات اعتبارية خاصة. بالنسبة للوثائق الإدارية، كل وثائق دبلوماسية كذلك تعد مصدرا مهما من مصادر التاريخ، رغم أنها تشكل جزءا من المصادر غير المقصودة للتاريخ. كخلاصة، الوثائق العامة عادة تستهدف حالة مثلى لا تكون مطابقة للواقع التاريخي دائما، فالحياة في المجتمع تختلف بدرجة أخرى عن الحال التي تصورها الوثيقة العامة، وهنا وجب الحذر في التعامل مع هذه الوثائق العامة بعرضها على وثائق أخرى قد تكون خاصة أو معارضة للجهات الرسمية، حتى يتسنى للمؤرخ والباحث في التاريخ المقارنة والمقارعة بشكل موضوعي مع أخذ المسافة بينه وبين ما تتضمنه هذه الوثيقة. الوثائق الخاصة تشمل المعاملات والتصرفات القانونية للأفراد، أي كل ما يدخل ضمن الأحوال الشخصية، زواج، طلاق، ميراث، نفقة، أو المعاملات القانونية التجارية ما يتعلق بالحوالة
البيوع، الشراء، العقود، المعاوضة، الرهن، التملك، إبراء الذمة، الهبة، القسمة، كل هذه الوثائق هي تدخل ضمن الوثائق الخاصة التي تفيدنا بشكل كبير جدا في كتابة التاريخ، خاصة ما يتعلق بالتاريخ الاجتماعي والتاريخ الاقتصادي بشكل عام.